شاب يشتري أدوات منزلية على حسب الطلب ويبيعها بالتقسيط، هل هذا ربا؟ يبيعها حسب الطلب، إذا كان يمتلكها يجوز له بيعها. أما الذي يفعله الناس الآن، واحد يريد ثلاجة والثاني معه فلوس يقول تعال معي، اشتري الثلاجة ويسلمها له، اشتريها بالنقد ويسلمها له بالقسط ويأخذ الفارق، هذه حيلة من حال الربا.